ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. واسمحوا لنا دلوقتي هنبدا في حلو لطيف جدا ينفع ببواقي الكيك. لو عندنا كيك مثلا خلاص ناشف شويه نقدر نستغله في وصفات زي اللي انا هعملها لحضراتكم دلوقتي. طيب عندنا حلو شاموا وحلو لطيف كده وسريع. عندي كيك شوكولاته وممكن يبقى كيك فانيليا، الطعم اللي رايح حضراتكم. طيب بس انا عشان حاطه له قهوه سلات الذوبان فمشيت معاه كيك شوكولاته، لكن لو مش حابين تضيفوها اللي يرجع على حضراتكم. طيب عندي كيك شوكولاته، عندي كوبايتين من اللبن، باكت من الكريم كراميل، باكت من الكريم شانتيه، باكت بسكويت ساده اي نوع من بتاع الاطفال، علبه من القشطه اللي هي الصغيره دي حوالي 200 جرام، معلقه قهوه سلات الذوبان، كوبايه ميه. على الوش انا هحط كاكاو او صوص شوكولاته، تقدروا تحطوا صوص كراميل، تقدروا تعملوه باي شكل حضراتكم تحبوه. طيب انا هبدا اول حاجه كده هجيب البايركس. تسلم ايدك يا محمد، شكرا ليك. هحط فيه كده اول طبقه اللي هي طبقه الكيك، هفرفطها واحطها تحت. هلبس بس الجلافز. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنبدا ايه نحط اول حاجه الكيك تحت كطبقه يعني في تحت اهو. شوفوا الكيك ده هيبقى بقى ليه قيمه كبيره جدا اول ما نبدا ايه نستخدمه في الوصفه دي. هيبقى بقى فيه زي الكاسترد خليط كده يتحط فوق يتشرب وهيطرى وهيبقى روعه. ويبقى استفدنا بالكيك الايه الزياده اللي موجود عندنا ناشف او مش هنستخدمه اهو. ده كيك فانيليا اللي في النص ده. تمام، هنحط بقيته كده اهو وهعمل كده. طبعا نقدر بواقي الكيك ده نعمل وصفات حلوه قوي، منها الكيك بابس اللي بيتباع بارقام في المحلات بتاعت الحلواني، نقدر نعمله عشان ولادنا. طيب هنحط الطبقه دي الاول وبعدين ناخد بقى الطبقه دي معانا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اللبن الاول، وعندي الباكت الكريم كراميل، وعندي الباكت بتاع الكريم شانتيه اهو، وادي القشطه، وعايزه كده ايه الويسك ده. بسم الله الرحمن الرحيم، هقلب الاول الخليط ده. ومعانا مدام منال. صباح الفل. يا صباح الفل، يعني انا مش عارفه اعمل بقى فيكي ايه على الحاجات الجميله اللي حضرتك بتعمليها دي. يا رب يسعد قلبك يا فندم، تسلميلي. يعني انت كده مش حرمانه من حاجه خالص. يا رب يخليك يا فندم، تسلميلي والله، مكالمتك بتسعدني جدا والله يا استاذه منال. افكارك كلها هايله فعلا يا شيف عظيمه، وعجبني قوي الهمبرجر والكفته اللي بتعمليها. حبيبتي ربنا يخليكي، حاجه اعمليها وقولي لنا بقى اخبارها ايه معاكي. بس انا ما عنديش المكبس دوت، انا بعملها كده على ايدي، بعملها زي القرص كده، بس مش طالعه كده زي ما حضرتك عاملاها. فعلا انت عاملاها اكننا جايبينها من بره بالظبط. يا حبيبتي ربنا يخلي، هو المكبس مش غالي، المكبس ده يعني بسيط قوي، سعره زهيد، ولو مش موجود عند حضرتك عايزه اجيبه ده يا شيف عبد الرحمن. ما تجيبيهوش الاثنين، جيبي واحد بس، العين واحده، هاتي عين واحده بس كفايه. مش غالي والله، مش عارفه والله كان عامل ايه، يعني حاجه و20 جنيه او 30 جنيه حاجه كده يعني، وسعره بسيط. حضرتك هتلاقيه في اي محل من يا اما بقى في العتبه يا اما في المحلات اللي هي خاصه بالادوات المنزليه موجود بيبيعوه. موجود. تسلم يا حبيبه قلبي. بس انت بقى معاك حضرتك بقى، كنت طلبت من حضرتك اللانشو فريخ. هعمله لك وعد بفضل الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. عينيا لحضرتك. حبيبتي تسلم ايدك وربنا يكرمك يا رب. امين. وبصي احنا بندعي لك على طول على الافكار الجميله اللي انت بتعملها لنا واحنا قاعدين في البيت كده. امين، ربنا يخليكي، ودعوه حضرتك دي غاليه عليا قوي. شكرا ليك يا فندم والله بجد، تسلميلي. احلى حاجه يعني بتسعدني دعوات حضراتكم بجد. بصوا بقى انا حطيت الخليط على البارد الاول، اللي هو ايه؟ اللي هو اللبن، حطيت عليه الكريم شانتيه، حطيت عليه باكت الكريم كراميل، حطيت عليهم معلقه قهوه سريعه الذوبان، وانا بضيفها قبل ما اقلب حطيت الميه، حطيت نص كوبايه ميه، هشوف هحتاج تاني ولا لا على حسب الخليط، عشان انا مش عايزه اخفه جامد، انا عايزاه يبقى خليطه حلو لما احطه فوق الكيك يديني طبقه كده زي الكاستر كده. طيب وما كترتش من القهوه، لو الولاد صغيرين ومش حابين طعم القهوه دي حطوا مكانها معلقه كاكاو، مفيش اي مشكله خالص. طيب هاخد شويه من البسكوت ده وهفرفته كده يدي طعم حلو. بسكوت الساده ده عبقري،
بتاع الاطفال زمان، عارفين البسكوت ده كنا بنعمله للاطفال ايه؟ البسكوت بالزبادي، نحطه على الزبادي ونقلبه كده وناكلهم فتبقى وجبه مشبعه. او البسكوت ده كنا بنعمله بديل للحاجات اللي بتتباع في الصيدليه اللي هي ايه؟ اللي بالقمح عشان الولاد ياكلوه، فكنا بنجيب البسكوت ده ونقيه ونفرفته ونعمله بالايه؟ اما باللبن او بالميه على حسب، وناكله للاطفال. حتى الان احنا ككبار شغالين عليه. يا فراوله صح. كل سبحان الله الاطفال دي امزجه. طب احنا معانا فراوله نفسها جت بنفسها عشان تكلمنا اهو. حبيبتي يا فراوله، ازيك يا زوزو؟ ازيك يا روح قلبي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا زوزو؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا فراولتي. حبيبه قلبي وحشاني. انت اكتر والله. او انت وحشاني يا زوزو. حبيبتي يا فراوله تسلميلي. عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله يا روح قلبي زوزو. بعتي التهنئه الامنيه في عيالها؟ انا اقدر ما بعتلهاش، انا قلت لها الف مبروك. التهنئه الامنيه في عيالها لما نجحوا ولا والله انت بعتلها وانا بعتلها يا حبيبتي. ربنا يفرح قلبك بيهم يا فراوله. والحاجه هدى والحاج محمد بيسلموا عليك كتير والله. تحيه ليهم حاجه هدى وحاج محمد في بورسعيد وكل اهل بورسعيد. الله يكرمك يا زوزو. تسلمي. تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. حبيبتي يا زوزو. ميرسي يا فراولتي. مش عايزه اي حاجه يا فراوله؟ انا عايزه اشوفك كده قدامي تملي. بس كده والله وعد، لو نزلت قريب لحكلمك في التليفون بفضل الله. تسلميلي يا فراولة. ودايما اسكندرية والعجمي وكل الأماكن الحلوة دي منورة بأهلها. هقلب بقى تقليبة حلوة. بصوا القوام بقى ازاي. أنا قطع البسكوت دي مش عايزاها تدوب، أنا حاسبها لأن هي هتدي كده طعم مع الكيك، هتبقى حلوة قوي. بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي، تقل ازاي كده. معانا مين؟ معايا جنى او جنى، يا ترى هتطلع ايه؟ جنى. اهلا اهلا يا جنى. اهلك. اهلا يا شفافي. اهلا يا روح قلبي، عامله ايه؟ فاكراني؟ طبعا فاكراكي. انا اقدر انساكي؟ طبعا يا روح قلبي. انت عامله ايه يا جوجو؟ بحبك جدا. اه والله حبيبه عمري انا بحبك اكتر. كويس. يا رب دايما بخير وصحه وسعاده يا روحي. أنا مشغلة القناة بتاعتك أهي وبتفرج عليك. يا حبيبة عمري أنا مبسوطة قوي وشرف ليا إن أنتِ تتفرجي عليا كده وتسيبي اللعب وتقعدي تتفرجي عليا. دي يعني تضحية كبيرة جدا. مش عايزة أي حاجة أعملها لك يا جوجو؟ أنا برضو يعني. قولي يا روحي. لا شكرا والله. يا حبيبة عمري أنتِ سألتي. والله العظيم شكرا. حبيبة قلبي أنتِ. تسلمي لي يا جنى، ميرسي على سؤالك عليا بجد. ما تغيبيش عليا، كلميني كتير. متشكره ليكي واشكري ماما كتير يا حبيبتي اللي خليتك تتصلي. شكرا ليكي. بصوا بقى الخليط بقى ازاي. تعالوا بقى نقلب كده تقليبه حلوه ونبدا نصبه على الكيك. هنسيبه بقى يسقع في الثلاجه وبعدين نحط عليه صوص شوكولاته او جنى الشوكولاته زي ما تحبوا. والله هو صنف كده اتعمل من لا شيء بس حلو، وانا اصريت احط لحضراتكم كريم كراميل عشان يبقى فيه تيست حلو، والكريم شانتيه بيدي برده طعم حلو الحقيقه. فكرة القهوة نقدر نستبدلها بالكاكاو أو بصوص شوكولاتة، لو حابين تحطوا صوص شوكولاتة جوه الخليط ده هتبقى أحلى برضو. يعني الأفكار ترجع لحضراتكم حسب الأسرة بتحب إيه. لأ إحنا بقى ممكن ننعمه، يعني نضرب البسكوت ده يبقى مطحون لو أنتوا عايزينه ما يبانش، بس أنا بصراحة مش حابة أعمل كده. أنا عايزة يبقى فيه قطع كده لطيفة لأنها بتدي كده إيه إحساس حلو يعني. طيب هرفع بقى خلاص. بصوا بدأ يعمل البابلز دي، خلاص هو استوى واداني الكثافة زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نصبه على الخليط بتاعنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بسم الله. ريحته حلوة قوي قوي بصراحة كده. يتعمل في كاسات صغيره، ممكن تبقى كاسات صغيره كده حلوه قوي على قد استخدام الشخص الواحد. انا طبعا المفروض في المرحله دي بصوا بقى بياخد بيتغلغل في الكيك من الجنب ازاي، شايفين اهو بيبقى كده. يبرد في الثلاجه، ياخد وقته حلو ساعتين مثلا ولا حاجه، وبغطيه. اهم حاجه اغطيه عشان ما يعملش قشره.
وبعدين ابدا بعد ما خلاص تمام برد وخد الشكل الحلو ده هروح برصاص الشوكولاته، هدوب بقى صوص شوكولاته يا اما شوكولاته خام متكسره على في بوله تحتها في حله صغيره لكن الميه ما تبقاش ملامسه للبوله اللي فوقها عشان يبقى على البخار مظبوط ونار هاديه لحد ما تسيح، هضيفها على الوش او هنعمل صوص جاهز او حضراتكم تحطوا صوص كراميل اللي يريحكم او كاكاو بس كده ونحطه على الوش وبعدين نبدا نقدمها، بتبقى ساقعه طعمها حلو قوي وطبعا تاكلوها بالهنا والشفا تقولي طعمها ايه. ان شاء الله التوليفه دي مع الكيك الشوكولاته يبقى جميل. النهارده عملنا البرجر اللحمه بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها دي، بسيطه جدا في البيت وسهله ما بتاخدش اي وقت وتعملوا الكميه اللي تناسب حضراتكم. عملنا كفته الفراخ، خليني ابص بصه كده اوريها لحضراتكم برده. بصوا الكفته اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بقت دي كفتة الفراخ، صحة وهنا. وعملنا الحلو الشمال اللي احنا اتفقنا عليه، وعملنا سندوتشات من البرجر، وعملنا صوص الحلو بتاع الجبنة الشيدر اللي قلنا عليها ينفع نعملها بطريقة سهلة وبسيطة في البيت والولاد بيحبوه، الشيدر السايحة عشان لو مش عايزين تشتروا جبنة الشرايح. ضفنا له النهارده كان مكون معانا الخردل وهو مكون مهم جدا، ارجو ان حضراتكم تجربوا طعمه وان شاء الله يعجبكم. واسمحوا لنا بقى دلوقتي هطلع استقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني، هي دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، بعد الاستراحه في انتظاركم.